الراحل محمد الرفاعي قال ساعتها ايه الواسطة اللي عند مدحت شلبي عشان يعمل كل ده؟ قطعوني قطعوني. اتذاع منه 9 حلقات ونتيجة الحملة الإعلامية الرهيبة اللي اتعملت عليا، بالرغم انه اتسوق ل 12 دولة ودخل فلوس غير طبيعية للتلفزيون المصري. الله. لكن وقتها بقى انت عارفة الصحافة كانت جامدة قوي يعني، فذاعوا 9 حلقات وقالوا كفاية عليه كده بقى يعني. فعشان كده ما ينفعش كنت أكمل، لأن كان صعب عليا أكمل في وسط الأباطرة دول كلهم. فروحت بقى على قدي في الجانب الرياضي يعني. بس كنت محظوظ، كنت محظوظ إلى حد ما، إلى حد كبير. وبقيت محظوظ أكتر لما رحت الناحية الثانية. صحيح. بيبو وبشير، بيبو والجون. كان مونولوج التحول. أيوة في حياة مدحت شلبي. صحيح. ماتش الكرة ده كان أهلي وزمالك، وكنت انا كان يعني السيده وفاء فاضل ربنا يا رب يكرم، مش عارف هي عايشه او لا، يعني كل الحب ليها سواء عايشه او غادرت الحياه يعني، كانت مؤمنه بيا وهي اللي نجحتني. ولاول مره دايما المعلق كان لازم يعدي على الاذاعه الاول يعتمد وبعدين يروح التلفزيون، فكان الاذاعه مش حابيني لاسباب ما ينفعش ان انا اقولها على الهواء. فمدام وفاء فاضل قالت انا هعمل لجنه وهمتحنك فيها. هو ينفع تقول الاسباب ليه ما كانوش حابينك؟ قول لي سبب. صعب يعني. قول لي. بس هنخوض بقى في بتضايقك ولا بتحرجك ولا لا لا لا، هنخوض في زمن، هنخوض في زمن، فما ينفعش نخوض في زمن يعني. فمدام وفاء بقى الله يكرمها قالت لي انا مقتنعه بيك وهعمل لك لجنه، ولاول مره ولاول مره، ده تاريخ تلفزيون عارفه وسامعيني دلوقتي. عملوا لجنه مخصوص وجابوا فيها أباطرة التحكيم يعني، ونجحت. وأفاجأ أن بعد 2 شهر من نجاحي بتديني أهل وزمالك، ولا في الأحلام. وقتها بقى كان كباتن بقى الكبار حمادة أمام، محمود بكر الشربيني، محمد لطيف، يا نهار أبيض تروح فين؟ تروح فين؟ اللي كان مكلف أنه يختارني أن عندي المباراة دي ما قال لي. كان في حد منفسن عليك؟ عشان انا كان بيدوني الماتشات العاديه. فكان عادي، لكن اول ما اخذت اهلي وزمالك طبعا نفسنه. هذه سنه الحياه. مين اكتر حد نفسن على حضرتك منهم؟ بصي اصل احنا عارفين يعني، كلنا بنشتغل وعارفين. ايوه طبعا، اكيد اكيد اكيد. صعب ان انا اقول. قالوا وقتها كابتن ميمي الشربيني كان زعلان منك بعد الماتش بتاع الاهلي والزمالك ده؟ اللي انا عرفته يعني انه هو راح قال لهم يعني مين مدحت ده اللي ياخد اهلي وزمالك واحنا موجودين يعني. فمدام وفاء قالت لا يعني احنا مقتنعين وعملنا. وبعدين يمكن اللي زود المساله اكتر ان كان فيها بيبو وبشير، فالدنيا كلها بيبو وبشير ومحلات بيبو وبشير وفيلم اتعمل بيبو وبشير، بقيت عالمي وعملت قاعده جماهيريه ما حصلتش. وعدت وعدت على خطاب. كانت ضربة حظ يعني، افيه الحظ. طبعا ضربة حظ. هو طبعا اللي علق اكتر ان بيبو وبشير فيها 3 ب، يعني بيبو 2 ب وبشير ب، وبعدين النتيجة نفسها 6-1. فده كله تركيبة ولدت الـ الإحساس بالجملة يعني.